يا مصطفى. اهلا مصطفى، ازي صحتك؟ اهلا بيك. ايه اللي تحب تعرفه للناس عن الخط العربي؟ يعني تحب الناس دايما تعرفه. انت بتتعامل مع ناس كتير بتيجي تكتب خطوط وايفط وحاجات زي كده، صح؟ لما انا هكمل لك السؤال. التعامل بقى قليل قوي على الخط. مظبوط. الطلب بقى قليل عليه. دلوقتي انا باجي اكتب خط مثلا كذا، اقول لك اكتب لي كذا واعمل لي كذا. انت تحب الناس المعلومات العامه اللي عندها على الخطوط تبقى عارفاها ايه؟ الناس ما عندهاش معلومات عامه على الخطوط. ما انا عايز اخدها منك. يجي واحد بقى، واحد تبص تلاقي الزبون جاي بيدعي ان هو فاهم كل حاجه. مظبوط. انا عايزك تكتب لي مش عارف لوحه كذا، وعايز خط جميل كده كوفي وشكله لي، او مثلا رقعة ومش عارف ايه، او ما اقول له ايه زي كده، يكون نوع خط مختلف. يقول لك اه. انما هي مسميات الناس حافظه المسميات المشهوره. اللي هو الخط، كلنا نقول خط الكوفي، كل حاجه يقول لك الكوفي. طب وهو الكوفي ده هو ده؟ لا مش هو ده. هو ده؟ لا مش هو ده. فالناس ما عندهاش ثقافه خطيه. طب تعالى نديهم شويه ثقافه عن الخطوط، يعني اديني علمني وعلم الناس معاك عن الخطوط العربيه. المفروض انت بقالك 40 سنه في المهنه دي. انا بقالي اكتر من 40 سنه. 40 سنه اكتر. والدك كان خطاط؟ لا. انت اشتغلتها لوحدك؟ انا اشتغلتها لوحدي. انت درست في حقيقة ولا سبت الدراسه عشان تتفرج؟ لا ما سبتش دراسه، كنت بدرس وكنت بكتب. وانا من كنت هنا طالب في دار العلوم. انت خلصت دار العلوم؟ ايه اللي اشتغلك بقى في الخط؟ ما انا كنت بشتغل وانا طالب. كنت بشتغل هوايه. هوايه. هي هوايه. انت دارس لغه عربيه جباره يعني. الحمد لله. طب تعال بقى نقول للناس شويه حاجات عن الخطوط، عالم الخطوط، لان ده عالم كبير. الخطوط انواع كبيره، ووصلت يعني وصلنا لايه؟ اعلى مراحل تطوره من حوالي 50 سنه. اعلى المراحل كانت من 50 سنه. اللي لازال احنا اللي هو اللي بنلتزم بيه دلوقتي. ده خط ايه ده؟ ده ثلث. ما شاء الله لا قوه الا بالله. نسخ اللي هو ده. زي كتابة المصحف اللي هو زي ده. ده ثلث. بس ملا دي ثلث. ثلث نوع الخط ده اسمه ثلث. طب ايه اصله؟ تعرف اصله حكايته ايه الثلث يعني؟ ايه اصله؟ كتابته كان بيتكتب بتخانه معينه على الحيطان، وبتخانه معينه على الورق والنسخين. نفس الرسمه، نفس الخط، هو بس ده كبير وده صغير. تمام. فكان الكبير بيسموه طومار، والصغير ده بيسموه الثلث، لانه حجمه تلت تلت الكبير. تلت التخانه. ممكن توريني حاجه كده؟ فلما مثلا يجي يقول لك ايه، انا مثلا عايز اكتب نسخه، مثلا هكتب ايه؟ مثلا بسمله، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. انت حضرتك بتكتب كل انواع الخطوط العربي؟ الحمد لله. ولا في انواع صعبه؟ ما تعرف مش كله؟ طب ورينا بقى. انا لما فتحت محل ولقيت نفسي في حاجات عاجز، دخلت مدرسه الخط. كنت تعرف شويه خطوط؟ لقيت طلبات بتجيلك؟ لا انا بعرف وبكتب كويس وبتاع، بس محتاج بقى في حاجات. عايز تدرسها بقى شبه اكاديمي. قعدت فيها قد ايه؟ هي مدرسه الخط 4 سنين خط وسنتين تخصص. قعدتهم بعد العلوم؟ انا وانا في المحل يعني. طب انا عايزك تكتب لي يا اما جمله يا اما كلمه بكذا نوع خط. طيب. وعشان الناس تعرف ايه هو الخط بقى يعني. انتوا برنامجكم اسمه ايه؟ باب الخل. ايوه اكتبها لنا كذا شيء. اكتبها لنا بالكوفي الاول. احنا باب الكوفي بيحتاج مسطره وقلم. طيب. وهو خط يابس. يعني مش خط لين زي زي الخطوط دي. هندسي شويه. تمام. مسطره وقلم ومثلث وكده. طب الخطوط اللي ممكن النسخ مثلا كلمه باب الخلق اهي، ده نسخ، ده خط نسخ. خط نسخ ما بقاش فيه تشكيل ولا حاجه. فيه انا عندي باب تبقى بابه الخلق مضاف ومضاف. الله شكلها جميل بقى، اتشكلت بقى حلوه. باب دي باب الخلق ده اللي هو الخط الايه؟ النسخ كلمه باب الخلق بالرقعه اهي. ده كلنا كتابتنا العاديه بقى. دي كتابتنا العاديه. الثلث مثلا زي قريب شبهه من النسخ شويه. بس في نوع من الفخامه.
يعني الكاتب بالعناوين، الكاتب بالحاجات المهمة، وبرضه بيشكل يعني تحس ان هي نفس الشبه، بس تحس بس ان فيها فيها بقى مرونة وضخامة اكبر. وتلاقي الالف بتاعه له شكل كده. انت ما بتحتاجش تعمل مسودة بقلم رصاص ولا حاجة، على طول بكتب على طول. بس لما بتكون بتعمل تكوين وبتاع لازم طبعا. برضو بيشكل. ويتحط له حلايا، وده يعتبر اصعب الخطوط. اصعب حاجة. ويعتبر اللي بيكتبوه مش كتير. ليه؟ لانه ما شاء الله كتبت على طول يعني كده. ما انت ما هو الممارسة خبرة. الممارسة. في خطوط تانية الفرس. قول الفرس. وده لحد دلوقتي شغال. هو شغال في مصر كويس كمان. الفارسي يعني معظم اليافطة في مصر بتتكتب بيه، وخط شغال كويس. لانه بيختلف ايه الفارسي ده يا مصطفى؟ ده اساسا خط الايرانيين، فارسي نسبة للفرس. طبعا. طيب برضه نسأل سؤال برضه بالنسبة لي انا احب اعرف اجابته. القرآن كله مكتوب بخط واحد؟ نسخة. الحديث القرآن اللي معانا دلوقتي. نسخة. في مصر وفي الدول العربية كله نسخة. انت بتكتب خطوط، ساعات تكتب حاجة بنفس وحاجات تعملها لأنها مجرد شغل وتبقى مش عايز تكتبها، ولا لا؟ لا لا، أنا بحب أكتب. يعني مثلا أنا ما عنديش شغل، طلع ورقة واكتب. تكتب إيه؟ أي حاجة، أي حاجة تخطر على بالي. آية، بيتين شعر، مش عارف. وتشيلهم. بعد ما اخلص الكلام ده لمه كام ورقه كده يكتروا واروح حرقهم مره واحده. الله. ليه؟ لان معظم الكلام اللي بكتبه قران كريم. في قران. يعني مثلا انا امبارح مثلا قاعد ما عنديش شغل، ورق زي كده اهو، قعدت كتبت الحاجات الحلوه دي. تعصي الاله وانت تظهر حبه. برضه النبي تظهر حبه هذا لعمرك في المقال بديع، ولو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. وانت بتيجي شغلك الساعه كام الصبح كل يوم هنا؟ انا باجي بعد صلاه الظهر. وتفضل قاعد لامتى؟ لحد 8 اصلي العشاء وامشي. الشغل نايم خالص. هو بقينا انتيكه بمعنى اصح. الشغلانه دي كانت شغلانه بتكسب زمان كويس قوي. يعني انت عشت منها اسرتك وكل حاجه دي. زمان دلوقتي ما فيش حاجه. زمان كانت كويسه. دلوقتي ما فيش. بس انت بتيجي الشغل برضه. باجي وبكتب، مش باجي وبقعد. انا باجي وبكتب. ما حسيتش انك عايز ترتاح ولا حاجه؟ ولا هي دي راحتك؟ طب ما انا بقول لك، هي اساسا كل اللي بيشتغلوها اساسا غاوي وهوايه. اساسا مش انا. يعني ما تحبش تقعد ابدا انت؟ مش انا، معظم الخطاطين كده بيشتغلها غاويها. قليل قوي بقى اللي طلع يشتغلها عشان ابوه كان خطاط. ليه؟ لان انت ما حدش من ولادك يتعلمها. ولادي بيكتبوا خط وعندهم معلومات خطيه وكده، بس انا ما حبيتش انهم يمتهنوها. ما حدش منهم اشتغل. ما يمتهنهاش لانها في يعني بداوا يتعلموها في اواخر المحاضره. في المراحل هي بتاخرت. انت متصور بقى الشكل هيبقى ايه بعد كده؟ شكرا يا مصطفى. الشكر لله، وشرفت. انا اتبسطت ان قعدت مع فنان جميل زي هو، بيحب يشتغل ويجي شغله ومالوش دعوه بمساله. على فكره مش انا كده، كل مخططين كده تقريبا. فنانين؟ هواة. الفنان ما بيطلعش معاه شغل. مش هواه مش فنانين. صحيح. ما هو مش لازم الخطاط كل الخطاط يكون فنان. لا صحيح. خطاط مؤدي.
في واحد بيكتب وخلاص وفي واحد بيكتب بمزاج يعني. كلنا مؤديين ما هوش كلنا مؤديين يعني. مثلا لوحه زي كده عشان اعملها ممكن اقعد 3 أو 4 شهور على ما اطلع تكوينها. والله دي؟ على ما اطلع التكوين بقى ويرضيني. واكون شفت 100 حاجه شبهها ولا لو نزلت اللام الف دي لو طلعت دي بحيث انها تكمل الدايره صح بتاخد وقت في تصميمها. حاجه زي كده مثلا الحاجات مش بالسهل يعني. حاجه زي كده دي لوحه مشهوره مش تصميم. طبعا الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ما هياش تصميمي يعني. دي حاجه ما نعرفها من زمان قوي. هي مشهور التكوين ده مشهور هي ليها كذا تكوين. بس ده من التكوين التكوينات الجميله. وتحط فيها بصمتك بقى. وده تكوينك ده؟ تدخله مصر ان شاء الله امين. تحط فيها بصمتك ايه مثلا التقطيعات اللي زي داخليه بتاع كده. متشكرين يا مصطفى نهارك زي الفل. الله يبارك فيك. نهارك زي الفل. شرفت. Thank you.